الدورة الثانية، يعني كنت على الاخر بعدين يوم يومين ثلاثة، نتيجة الأزمة اللي صارت وقفت بدي، واليوم رجعنا انطلقنا بالجامعة اللبنانية على 3 مراحل. أول مرحلة كانت بال 22 أكتوبر ل4 كليات، هن كليات الطب العام، طب أسنان، الصيدلة، وكلية الهندسة، إضافة للحقوق اللغة الفرنسية. هون طلعوا ب 22 أكتوبر، والانطلاقة كانت كثير جيدة، تعليم والطلاب كثير متشجعين وكثير الأمور جيدة رح تتعمل. كان الخطوة الثانية بالجامعة للانطلاقة هي ب 4 نوفمبر، يعني الاثنين، الاثنين اللي قطع. ب 4 نوفمبر كان في 8 كليات بدها تلتحق بأول 4 كليات ليصيروا عدد الكليات اللي باقية بالجامعة اللبنانية 12 كلية. اليوم الخميس كان في اجتماع للعمدة قبل طلعت اليوم على المدير. الانطلاقة 8 كليات كمان ممتازة، في بعض المطارات بعض الإشكاليات الصغيرة عم بتم معالجتها، لكن ال8 كليات انطلقوا اثنيناتهم، بالتالي صار في 12 كلية منطلقة بالجامعة اللبنانية تعليما هون. متبقي لنهار الاثنين القادم 11 نوفمبر آخر 4 كليات، يعني كلية الآداب، كلية العلوم الاجتماعية، كلية السياحة، وكلية بعد في كلية رابعة، بيكون 12 16 وحدة جامعية طلعوا بدون أي مشكلة أونلاين بالوقت الحالي. طبعا بقى في تيت معهد عليا للدكتوراه، تيت معهد عليا للدكتوراه هن عم بيتابعوا وما في مشكله. اليوم كل اسبوعين عم بيصير في اعاده تقييم للوضع ولاليه التعليم ولنسب الحضور. كثير ايجابي رح اعطي هلا، بعطي بعض الامثله، كثير ايجابي رح اعطي بعض الامثله. كليه الهندسه تعليم متزامن، في فروع 90 و99% حضور متزامن، وفي فروع 75%. بالمعدل العام بحدود 80-85%. كلية الحقوق بالفرنسي 100% حضور متزامن 100%، يعني كل الطلاب بتكون حاضرة. كلية الفنون مثلا، الكلية اللي ابتدأت ب 4 نوفمبر نسبة حضور فوق 75-80%. كلية إدارة الأعمال نفس الشيء، كلية الحقوق نفس الشيء. وبالتالي الخطوة التقليعية، يعني إذا بدي أقول، قطعناها بقية الجامعة بالتعليم عن بعد. اليوم عندنا بعض التفاصيل لازم ننهيها ونخلص ونعالجها. اول هالتفاصيل هي بدايه ال4 كليات نهار الاثنين القادم، وثاني جزء هو انهاء بعض الامتحانات بوقت لاحق رح نروح لها هيدي للدوره الثانيه اللي كانت بعدها مش منتهيه. هيدي رح نبدا ندرسها ورح يعملوا جداول العمدة ويعطونا يحطوا لنا اياهم ويعرضوا لنا كيف ممكن نعمل الامتحانات باي منتهي بالتفاصيل، لكن هيدي بعدها عم تندرس بالتفاصيل. غير هيك يمكن بتبقى الصعوبه الاكبر هي الاشخاص اللي ما عندهم الانترنت، اللي ما عندهم امكانيه يكون عندهم لابتوب وتليفونات. هيدي عم يتم المتابعه مع معالي وزير التربيه ومع معالي وزير الاتصالات لتامين امكانيه الولوج للسايتات اللي هي التيمز، مايكروسوفت تيم، بدون ما يتكلف الطالب عليها صرف انترنت. وان شاء الله هيدي بنلاقي لها حل قريب جدا. بطبيعه الحال يوم الجامعه اللبنانيه مثل كل هالمجتمع، صحيح يوم الجامعه اللبنانيه مثل كل هالمجتمع، في مراكز، في كليات بطل في امكانيه الوصول لها، انضربت حدا عليها على جنبها، وفي كليات كمان صارت في جزء من الكليات اللي احتضنت اهلها اضطروا ينتقلوا من مكان لمكان نتيجه الظرف اللي صار فيه. ونحن عندنا اليوم 19 مبنى جامعي يعني في بقلبه اهل لانها نزحوا من مكان اقامتهم الاساسيه والجامعه حاضنتهم، واهلا وسهلا فيهم. طالما انه في ازمه نحن رح نضل نحضن. اليوم في كمان بمكان ما عدد من الاساتذه، اساتذه الجامعه اللبنانيه خسرتهم الجامعه اللبنانيه استشهدوا. اليوم في جزء من موظفي الجامعه اللبنانيه، من طلاب الجامعه اللبنانيه، ضربت بيوتهم، استشهدوا، انجرحوا. طبعا نتمنى لهم الشفاء العاجل والف رحمه للشهداء، نتمنى تنتهي هالظروف باسرع وقت ممكن. بس بالرغم من كل هالجراح اللي اصابت المجتمع واصابتنا كجزء من المجتمع، بعد الجامعه عم تحاول تلمم هالجراح وتحاول ترجع تنطلق بالحد الادنى اللي بيسمح لها تحافظ على الاستمراريه وتسمح للطلاب انهاء عام دراسي وعدم خساره اي نهار واي جمعه واي شهر، لان كل طالب بهمه ينهي وينتهي ويروح بده يحضر مستقبله ويأمن العمل المطلوب، يأمن إمكانية التحول من التعليم الجامعي للإنتاج وليفوت بسوق العمل، كان بلبنان أو بالبلدان العربية أو خارج لبنان. هذا اللي عم نجرب نسويه بالفترة الحالية بصراحة.
ايه خليني اقول التالي، استمرار الحرب، استمرار اهلنا بالاماكن الموجودين فيها، بس الجامعة كمان كانت حطت الخطة اللي بتعرف يعني بتحاول تغطي كل الامور هاي. هلا في مباني من الجامعة، بتعرف الجامعة اللبنانية استخدامي فيها 67 مبنى جامعي، في مباني الجامعة اللبنانية هي موجودة وبتقدر تأمن خاصة المختبرات، يعني في كليات ما فيها مختبرات، كليات مثل كلية الآداب أو كلية الحقوق ما فيها مختبر بشكل، ما في اكسبيرينس براتسين، لكن في كليات التكنولوجيا، الهندسة، العلوم، الصحة، طب الأسنان مثلا كمان في عندهم عندهم عيادات طبية، هول الكليات بدها مختبرات. طبعا معظم الكليات العلمية هي ما صار في ما في بقلبها يعني أهل نازحين اليوم، هول الكليات بعضهم موجودين ليلبوا حاجة الجامعة إذا بدنا نعمل مختبرات، المختبرات حكما حضورية وقت من الأوقات الامتحانات حكما حضورية. اليوم إذا انتهت الأزمة ووقف الحرب بتصور بتنحل الأمور بصرف سريع جدا عندنا بالجامعة، لأن إمكانية التعويض وتأمين الأماكن البديلة موجود، يعني عندنا عدد من المباني ما زالت جاهزة للاستقبال، عندنا مجمع الحدث كله بعده، طبعا هو صار يعني منطقة الليلك هو على الحد الغربي لمجمع الحدث، عم بصير في قصف وهيك، وبالتالي كمان مجمع الحدث أو في الحرب كمان جاهز، لأن مجمع الحدث لوحده بيستقبل 15,000 طالب كان سنويا أساس دائم، اللي هو أكبر مجمع للجامعة. بطبيعة الحال بمجمع الحدث الأضرار هي مادية نتيجة تكسير زجاج، البيض اتكسرت، الألمنيوم طار، سقوف وقعت، أيسيات وقعت، يعني الأمور نتيجة العصف القصف بالداخل المجمع، ما إجى قصف لكن حول المجمع في أضرار طبعاً بالزجاج والأبواب والأمور اللي بتطير عادةً من نتيجة عصف المجمع، لكن كله مقدور على المعالجة، لكن يعني بعض المجمع شغال، يعني ما في يعني قادرين يوم اللي بنوقع في الحرب نمشي الأمور بشكل سريع. طبعاً في غير مجمع الفنار، مجمع الشمال كمان موجودين وأفيلبل وما فيهم ما في أي مشكلة يقلوا بوقت من الأوقات إذا وقفت الحرب. اليوم يعني قصة العودة للتعليم الحضوري اليوم ناقشناها مطولاً مع العمدة الجامعة اللبنانية، في عدة نقاط يعني بدها أخذ بعين الاعتبار، ونحن صرنا من 4 نوفمبر يعني بعد ما أنهينا الأسبوع الثاني من التعليم عن بعد بالكليات الأربعة اللي بديت أول شيء، واللي عم نشوفه للأسف يعني الاستهدافات اللي عم تصير حتى بالأماكن اللي هي أماكن إلى حد ما تعتبر آمنة، إذا بعد في شيء آمن بهالبلد مثل اللي شفتين من يومين بالجيلي وقربه من مدرسة مشاربل، مثل اللي شفناه على جوني، مثل اللي شفناه على الكحالة، اللي هي مناطق الكوية عليا، اللي هي مناطق الطلاب بتقطع فيها لتروح على الجامعة بفروع مختلفة. بالتالي كمان صار خلينا نفكر مرتين قبل ما ناخذ قرار بالوقت بهالاسبوع او الاسبوع اللي جاي بالعوده بمكان ما للتعليم الحضوري. اليوم عم يدرس هذا الموضوع بدقه، لا شك انه بالبدايه بدنا نرجع للمختبرات تعليم حضوري للمختبرات بس بآلية وبتنظيم معين، بس نقطع اول فتره اللي هي فتره التعليم اللي التدريس اللي هو مش مختبر، يعني الكورسات اللي بدها تنعطى لتحضر للمختبرات، ونرجع بهذه ان شاء الله بوقت لاحق نطلع تعميم لتراعي آلية العودة للحضور كان مختبرات او لاحقا التعليم المباشر بالقاعات. انا بدي اتوجه هلا اقصر ما عندنا بالجامعة، نحن عندنا رسوم تسجيل، رسم بيندفع مرة بالسنة، رسم تسجيل واحد. نحن انا بدي اتوجه من خلال انتبهوا من خلال حضرتك استاذ داني للطلاب للاستمرار بالتسجيل على السايت تاعت الجامعه اللي اسمها سيسول، الويب سايت تاعت الجامعه. سيسول هي اللي بتسمح للطالب يسجل الداتا تبعته للجامعه، تاخذ رقم الهاتف تتواصل معه وتعطيه امكانيه الدخول للمايكروسوفت تيم وتنهي له التسجيل الاداري ليروح يدفع. رسوم التسجيل اليوم بالجامعه اللبنانيه بحدود ال $130 بالسنه، عم ينطبع يعني الامور ماشيه بطريقه الطبيعيه وما في مشكلة هون. طبعا بطلب من الطلاب ينهوا السيسور وكمان يلتحقوا ينهوا الجزء الثاني اللي هو الدفع، لكن نحن معنا ل 29 نوفمبر، يعني بعد معنا وقت
موضوع التسجيل والتفصيل. مشكور رئيس رافس الدان. شكرا. Thank you.